السلام عليكم ورحمة الله للمشاهدين والمتابعين في كل مكان، أهلا بكم في السلطة الرابعة وأبدأها بأبرز العناوين. عدن الغد تتساءل هل يأتي السلام أم مزيد من الأوهام؟ وفي صحيفة العرب الوفد الأمني العماني ينقل الحوثيين أو ينقل إلى الحوثيين رسائل أمريكية تحذر من رفض وقف إطلاق النار. وصحيفة الشرق الأوسط تكتب اجتماع وزاري خليجي يمني في الرياض الأسبوع المقبل. مرحبا بكم، والبداية من صحيفة عدن الغد والتي طالعتنا في تقريرها الخاص حول التسريبات لأبرز نقاط خطة وقف إطلاق النار التي يسعى المجتمع الدولي لإقرارها في اليمن لإيقاف الحرب بعد 7 سنوات من الحرب، متسائلة هل يأتي السلام أم مزيد من الأوهام. وحول تحركات المجتمع الدولي لإيقاف الحرب، سربت الصحيفة مجموعة من نقاط وقف إطلاق النار في اليمن، وهي وقف إطلاق النار وعودة الحكومة وفتح مطار صنعاء في وقت واحد يرافقها إخلاء الشوارع من المظاهر المسلحة تتبعها. النقطة الثانية فتح ميناء الحديدة، سحب قوات الحوثيين من أطراف محافظة مأرب. المرحلة الثالثة عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى صنعاء، يسبق ذلك نشر قوات مشتركة عمانية أردنية إلى جانب الحراسة الرئاسية. مراقبون أكدوا في تصريحات صحفية أن وقوع الحوثي وفلوله في دائرة الهزائم الثقيلة في جبهات أطراف محافظة مأرب والجوف على يد قوات الشرعية أوجد القناعة لدى تلك الجماعة بأنه من الضروري ترين موقفهم مع المساعي الأممية والدولية وكذا العمانية الهادفة إلى إحلال تهدئة للحرب تكون بمثابة أرضية لإطلاق عملية سلام شاملة. ضمن التحركات الأممية لوقف إطلاق النار في اليمن، نشر موقع يمن مونيتور تقريرا قال فيه أن مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في العاصمة الإيرانية طهران يبحث سبل الوصول إلى السلام في اليمن، حيث التقى بثلاثة من كبار المسؤولين في الخارجية الإيرانية. وحول الزيارة التي قام بها مارتن جريفيث، قالت الخارجية الإيرانية في بيان لها أنه خلال الاجتماع اطلع الممثل الأممي مارتن جريفيث أو أطلع وزير خارجيتنا على نتائج محادثات مع الأطراف المعنية بشأن الأزمة اليمنية. وقال مصدر دبلوماسي مطلع على جهود الأمم المتحدة للموقع أن جريفيث يبحث في إيران الضغط على الحوثيين للموافقة على وقف إطلاق النار في اليمن وحل أزمة ناقلة النفط صافر. وأكد المصدر أن جريفيث حصل خلال الزيارة الحالية على خطة إيران لإنهاء أزمة الناقلة صافر التي يرفض الحوثيون السماح لفريق من خبراء الأمم المتحدة الوصول إليها من أجل تقييمها. أوضح الموقع في تقريره تأتي زيارة جريفيث فيما يتواجد وفد عن سلطنة عمان في العاصمة اليمنية صنعاء تنتظر ردا من الحوثيين بشأن المبادرة المطروحة والتي تنص على رفع الحظر عن مطار صنعاء وميناء الحديدة يعقبه إعلان لوقف إطلاق النار ثم البدء بالمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. قال الكاتب في موقع المصدر أونلاين عبد اللطيف المرهبي إن الإرهاب الحوثي الممنهج بحق الطفولة في اليمن يتنامى ويستمر منذ نشأة الحركات الحوثية، وكثيرة هي الوقائع والأدلة المعززة لتورط هذه العصابة في مسلسل الجرائم المرتكبة بحق الآلاف من الأطفال اليمنيين بطرق وأساليب مختلفة ومتعددة، ونتيجتها واحدة تتمثل في انتهاك الحق في الحياة أساساً. وأوضح الكاتب في مقتضب مقاله أن حادثة قصف محطة الوقود الأخيرة في مدينة مأرب بما فيها من وحشية كسابقاتها والتي ضمن ضحاياها أطفال قتلوا وتفحمت أجسادهم ليست جديدة ولا غريبة على ميليشيا الحوثية الإرهابية وجرائمها التي لا تعد ولا تحصى، إنما تزامنها مع وصول الوفد العماني الوسيط إلى صنعاء يوحي بأن العصابة الحوثية ومن خلفها إيران أتت بها بهدف تحسين وضعها في ملف التفاوض. ولفت الكاتب بهذا الأسلوب الدامي تسللت الميليشيا تلك الطريقة الجهنمية أو تسلك الميليشيا تلك الطريقة الجهنمية الإرهابية لكي تقول للعالم إنها قوة لا يستهان بها ولديها من النزعة الإجرامية الحاقدة ما يجعل الآخر يهابها، غير مدركة أن هذه الأساليب التي تعتمدها والأوراق الوحشية التي تستخدمها هي أبرز الشواهد على ضعفها وجبنها وإفلاسها، وتعد من أبرز مبررات ودوافع خطورتها وعدم صلاحيتها لتكون حتى أحد شركاء سلطة البلد، فيما لو تحقق السلام يراد مع أنه لا بوادر أو مؤشرات تبعث على الإطمئنان أن هذه العصابة ومن ورائها إيران تنوي السلام ووقف نزيف الدم. We'll be right back.
نطالع في الصحف العربية الصادرة اليوم والتي سلطت الضوء حول التحركات الأممية الأخيرة لوقف الحرب في اليمن. صحيفة القدس العربي قالت إن أنظار اليمنيين تتجه نحو العاصمة العمانية مسقط للعب دور دبلوماسي مؤثر من أجل تحريك المياه الراكدة في مسار المباحثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في اليمن. وقالت الصحيفة العمانية مسقط تحولت إلى ورشة عمل دائمة لمناقشة جهود إحلال السلام في اليمن، والتي عجت باستقبال الوفود الإقليمية والدولية الساعية إلى وقف إطلاق النار في اليمن. آخر هذه الوفود وزير الخارجية السويدية آن كريستين ليندي نهاية الأسبوع المنصرم، والتقت بالوفد الحوثي المفاوض المقيم في سلطنة عمان برئاسة محمد عبد السلام، في حين تردد مرارا مبعوثا الأمم المتحدة والمبعوث الأمريكي لليمن إلى سلطنة عمان في محاولة منهم لإقناع الوفد الحوثي بمشروع مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق الحرب في اليمن. وعلمت الصحيفة من مصدر سياسي أن الوفد العماني الذي زار صنعاء حمل رسالة عمانية لعبد الملك الحوثي وقيادة الجماعة تحمل في طياتها ووسائل ضغط على جماعة الحوثي للقبول بمبادرة الأمم المتحدة التي يحاول مبعوثها مارتن جريفيث إنجازها قبل انتقاله إلى مهمته الجديدة في الأمم المتحدة قريباً. أوضح المصدر للصحيفة أن الرسالة العمانية تحمل رسائل تهديد مبطنة أمريكية وأممية لإجبار جماعة الحوثي على الموافقة والقبول بمضامين مبادرة الأمم المتحدة، وذلك بعد أن رفضت الجماعة خلال الفترة الماضية القبول بأي مضامين تشمل تنازلات أو وقف لإطلاق النار قبل صدور قرار التحالف العربي بوقف الغارات الجوية على الأهداف الحوثية، وقبل فتح مطار صنعاء ووقف القيود المفروضة على ميناء الحديدة الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين. صحيفة العربي الجديد قالت في تقرير لها أن الجهود الدولية لإنهاء النزاع اليمني عجزت عن تحقيق أي اختراق جوهري بعد 4 أيام من وصول وفد عماني رفيع إلى صنعاء، وذلك جراء التعاطي الحوثي البطيء مع مبادرات السلام المطروحة، فضلا عن إشارات إيرانية تدعو إلى عدم تقديم أي تنازلات. أكدت مصادر مطلعة على مشاورات السلام اليمنية لصحيفة العربية الجديد أن التحركات الدولية التي تتصدرها سلطنة عمان في الوقت الراهن لا تزال في المربع الأول، في ظل لجوء جماعة الحوثيين إلى مماطلة الوسطاء العمانيين واشتراطهم الحصول على مزيد من الامتيازات التي تمنحهم انتصارا سياسيا. وقالت الصحيفة في تقريرها أن صعوبة المهمة التي يقوم بها وفد المكتب السلطاني قد أجبرت المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث على التوجه إلى طهران في زيارة رسمية من أجل دفع إيران لممارسة الضغوط على حلفائها الحوثيين والقبول بالحل السلمي. إلى صحيفة العرب والتي نشرت تقريراً قالت فيه إن مصادر سياسية يمنية مطلعة نفت صحة الأنباء المتداولة حول نقاشات تدور عن طبيعة المرحلة الانتقالية بعد الحرب في اليمن وتشكيلة الهيئات التي ستقود هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر الخوض في هذا النوع من التفاصيل التي من المفترض أن يتم الحوار حولها في مشاورات الحل النهائية. أكدت الصحيفة الإماراتية أن الرسالة التي نقلها وفد المكتب السلطاني العماني إلى زعيم الحوثيين الذي استقبل الوفد في صنعاء ركزت على خطة وقف إطلاق النار التي عدها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وحظيت بدعم دولي واسع. وأكد مراقبون خليجيون أن طريقة التعاطي العمانيين مع الملف اليمني لا تزال كما هي، وأنه ملف أمني وليس دبلوماسيا، لأن السلطنة تعتبر أن ما يجري في اليمن جزء من أمنها القومي. وفيما ينظر قسم من اليمنيين إلى دور مسقط كطرف إقليمي بات أكثر انحيازاً للحوثيين، يعتقد مراقبون أن الدور العماني لا يمتلك أدوات التأثير الحقيقية التي يمكن أن تحدث فارقاً في التأثير على مسار المشروع الحوثي الذي أصبح أكثر ارتهاناً لأجندة إيران الخارجية، وخصوصاً بعد وصول الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى صنعاء على متن طائرة عمانية كما تشير المعلومات. أخيراً كشفت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم أن اجتماعاً وزارياً خليجياً يمنياً سيعقد الأسبوع المقبل لمناقشة التعاون بين الجانبين وتعزيز التعاون ومواصلة دعم المجلس لليمن خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للصحيفة التي فضلت عدم الإفصاح عن مصادرها، فإن الاجتماع الوزاري الخليجي اليمني سيعقد في الرياض الأربعاء المقبل على هامش اجتماعات الدورة 148 للمجلس الوزاري الخليجي، مضيفة أن التحضيرات جارية على قدم وساق للاجتماع الذي وعد العاشر بين الجانبين، ولم تعطي المصادر مزيدا من التفاصيل حول فحوى الاجتماع المرتقب. وتأتي هذه النظريات أو التطورات توازيا مع الجهود الإقليمية والدولية المكثفة لإنهاء الحرب اليمنية. في الوقت نفسه بحث أمين عام مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية اليمني أهمية تعزيز عضوية اليمن في لجان المنظومة الخليجية ووضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي ودفع عملية التنمية. ختام السلطة، أترككم مع كاريكاتير اليوم.